عايزين حضرتك تشرح لنا معنى صلاح حال الإنسان، وهل الصدقات بتساعد أو تساهم في صلاح أحوالنا؟ نعم، تعالي ناخد المنظور، ناخد الموضوع من منظورين. منظور الأول اللي حضرتك قلت فيه إن الصدقات هل هي بتزيد الإنسان راحة في البال، ومن ناحية أخرى إيه الأمور اللي بتؤدي إلى راحة البال؟ أولا راحة البال دي نعيم أهل الجنة. راحة البال نعيم أهل الجنة. ربنا سبحانه وتعالى لما حب يوصف لنا أهل الجنة قال سيهديهم ويصلح بالهم. صلاح البال، وهل الدنيا ليس فيها صلاح للبال؟ مستحيل، مين اللي قال كده؟ بالعكس، جنة الدنيا من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. جنة الآخرة التي فيها صلاح البال كذلك جنة الدنيا لابد أن يكون فيها صلاح البال. صلاح البال، راحة البال، حياته كلها سكينة طمأنينة، في راحة نفسية. سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أين نجد العافية؟ أين نجد العافية؟ إيه هي العافية؟ راحة البال وصلاح البال، صح ولا لا؟ أين نجد العافية؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله 9 أعشار، 9 أعشار العافية، 9 أعشار العافية في التغافل. التغافل؟ التغافل، فن التجاهل، علشان خاطر الحياة تعرف تعدي. مش هنقف لبعض على كل صغيرة وكبيرة، لأن لو وقفنا البعض على كل صغيرة وكبيرة هتصير الحياة جحيم، سواء بين الرجل وزوجته، بين الرجل وأولاده، بينه وبين زميله في العمل، لابد أن نتغافل لبعض. ثم سكت الإمام أحمد بن حنبل وقال لا والله، بل هي العافية كلها. مين اللي قال 9 أعشار العافية في التغافل؟ لا، ده كل العافية فين؟ في التغافل. كل العافية في التغافل. إن لم نتقن في هذا الزمان فن التجاهل اللي هو فن التغافل، إن لم نتقنه في هذا الزمان ستخسر كثيرا في الحياة، وأول شيء هتخسره راحة البال.